بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله خلقت جنة مورس القائر ذواس عن الظل ونسلم في حبيب سيدي ربي محمد صلى الله عليه وسلم أيث ما يسمعني هلام سلام ذا مقران في لكم أشنيتكم ذي الرابعة الأمازيغية ذي الحصتينكم الحصتين الفتوى قلن تساكم في القناة الرابعة الأمازيغية نشاخ ذيس في الأسئلة نايث مثنا غدي سمثنا باش نجم إن شاء الله ننجاوب في الأسئلة قلان خلطنا نغد باش نحكى في الموضوعات قلان تهماني ثمثنا غدي سمثنا أسأد رحبا الشيخ خليل قاضي سي العادة مرحبا بيسك الشيخ خليل. أهلا وسهلا الشيخ. لا بأس بخير الحمد لله. الله يسلمك. الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك الشيخ خليل. الشيخ خليل انا نبدا السؤال مزوالو سؤال يا يسنغد صغر هيش سيثمثنا قارن تات باللي العاد الناس مده تزوم وسام شوال وكانه لا لا بد قال لي ناس مكش تزوم الشوال وقال لنا في الزوم الشوال لعل الايمان الناس مدا يطلع في رمضان وكذا حقر في الليل ثم مدا زوم شوال قارك العاد هنا وش مدا تزوم والسنه الصابرين ستان والسن الصابرين عرمي جزائريين قال لنا تزومانيهن ولكن لاني قال لنا مدا تزومان حقار غف الليل ثم قال لنا مدا زوم كنت كانها شعرت بانها متهمه. ايه ذو هذا المعنى ان السؤال قلت ما في نغايه مكش سنين الشيخ خليل. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إيه هكذا النظر يعني تصيك سقسينا استقسيكين من بعد رمضان. إيه. تسرن ستيام كين صبرين كين سن قرن كونين ستيام الشوال. إيه. تسرن تنا ما كين ذا الفرض يعني ما كين ذا رمضان. أيوا. أنت شرعنا يفرق دائما غير الفرض كذا السنة كذا المباح. أيوة. كذا المستحب. يعني الدرجات. ما مش كل ماشي كيف كيف مش كيف كيف مش كيف. درجة واحدة ماشي ديوث درجة. أيوة. شو هو نثني يرنا كذا الفرض غورس ما كنا أم رمضان يعني أما كنا غورس نسيلا قد يوزم 36 يوم. أيوة. نا 35 يوم. أه. ليس 29 رمضان. أيوة. وكين سيدا شو النص قلنا إن دكا يعني أردني النبي عليه الصلاة والسلام في اللسند الفرض أردني الصحابة أردني التابعين يعني سيدنا فريون النصكا باللي ذا الفرض ست ايام. ايوا. ولكن ست ايام اكيد السنه توزميتنا النبي عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. الاميس على الخيار وين يبغى ثني يوزم؟ إلها هذه سولا جر. ايوا. وين ثني يوزم نارا ويسار لا ثم ذا. واللي شفت لا الاثم. بمعنى انه ما يلايون مثلا ذو خام وزمناك الصابرين. ايه. نتساوي يوزم نارا. إلا قال هذه حاسي مانيس يعني ما كني يفرط الحاجه مقرن اما كني تشار مضان. ايه نعم. وانما وين يبغانا ذي سؤال اجر ذي يوزر وين يبغان اثني تسوزر مارو سارة شوف الناس يعني ولا شلا الاثم لا الذنوب لا سارة ولا شكرا ما يلزمش ثانية الافراد العائلة ثانية ذكرنا ثلين هذا سنين شكموك شاو تزوم هذاش بارك الله فيك العيب في الله وتنحشم هذاش صحيح ولعل افتهم لك ذي الايمان النس أسنيني باللي ويا أزومين ستان وسن شوال ويا ذي الخير وقلنا لي كيف غرس غرس لاجر وقلنا لي مدايزوم واللي شفنا سلك الحاج تما ولا الإمام مالك الإمام مالك. أيوة. المذهب المالكي انطفر نكوني يعني في المغرب الكبير أكيد. أيوة. الناس الناس إلى قرن تنتظر ذاك العيد. أيوة. يعني مثلا كيف كان العيد الساكين أزكى تكون مصيدة ست أيام كان صبري. أيوة. انا دو غنى ما كن تابعين رمضان ما كن كرا ونزر يا مساكيث ازمر غير جزء من رمضان ذكرى سي رمضان. ايه ايه اني سي لقات خمس شويه الفرق يا راس ثلاث ايام اربع ايام هذا الدين والسن اني قويت تسني مغوفر وقويت تشيليني نفقاون تشيلي الماكله هذا ياسيون غورك ثورا تسرسل الماكله كتشون تتضرر يعني قلت لي يا راه ذاك بمعنى الى قل هذه شويه الفرق غير غير اللي ذاك ست ايام. ايوا. وماشي الشرط ضعنا تسدو كل الضوء. ايه. الزمر تسوزم ضي بواس تشد وماين تسوزم ضو ماين تشد بواس. نعم. هكذا المهم ذي شهر شوال. لان وقدينا ذوك سكواس كامل. ايوا. ماشي ذي شوال كامل. صح. انك اتباعه
المانيس استبيت تباعو بالسيامكي امي شوالي قربنا رمضان اند ب 60 من شوال والا انا زمان تو زمان دوك سكواس كامل السيامكي يعني وكذا هناك من هو الساعه من هو الساعه الاخر هناك سكواس كامل ولكن ظاهر الحديث 6 ايام من شوالكي اما كان تو زمان الظهر يعني وين تو زمان رمضان يتقبل 11 شهور 6 ايام كي تتقبل 60 يوم يعني شهرين ما تصوزمطناك يعني دائما اما كان تصوزمط سكواس كامل. بارك الله فيك شيخ خليل. مالا سنيني وليش في لاس الاثم هذاك اللي مدا يتزوم هذا زوم اختار لان اللي قال لان تزوم غير رمضان وتتفد الساعات هذه ديرني عرفه اني قضى عاشوراء ويتحبس سنيني وليش في لاس الاثم. وليش في لاس الاثم. لان ثلاي قبل الشيخ خليل ما يثمثن غدي يثمثن شفان وثلاي في الحديث ان نورجازيني قال لنا يسد سق قوار الاعرابيين قال لي يسد اخر النبي صلى الله عليه وسلم الناس اخبرني ما فرض الله علي. الناس الناس ان تصوم خمسا الناس والله لا ازيد ولا انقص الناس ثم اي قال ان تخرج زكاه مالك قال ثم اي قال أن تصوم رمضان ثم قال أن تحج البيت إن استطعت عليه السبيل قال والله لا أزيد ولا أنقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق الناس النبي صلى الله عليه وسلم ويا يربح ذي دوني ثنس ما إلا يتثلي الحق وذي الروايثيش الحديثة الناس من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا معناه النبي صلى الله عليه وسلم بشرت الجنة وانت يجول باللي هذيك غير الفرائض ويتقش السنن فمعناه ما يلزمش أن نغلط ذي الفهمتين دين وساعات العبد ممكن لي ذا الشيخ خليل العبد وذي السلوسيش الحواج كل ذي الدينية ذي نفس المستوى إلا الفرض إلا السنة المؤكدة إلا السنة إلا المندوب إلا المستحب إلا المباح ونتخلصش نكون قرشين شعبان ذي رمضان هنسير في ذي بعض ها كل حاجة تقر ذي الكل ورنس بارك الله فيك وين يفغني الفرض يعني انا عمي كم السنن والمستحبات هكي كذا هي كذا كي تجبر الفرائض ايوه يعني يون يزمر انا ديرو تيكون الفريضة 100% بارك الله فيك مثلا تظلي تيزمر تخدم ضرر ركوع كنيلا قصد اكثر حكا حاجة خفيفا ما لا تكمل التطوع كي السنن تكمل زيادة صغورك شيطني كي يروح عندي الفرائض ني اتجفرنت سنناكي بمعنى السيماكي ثوران صفرين بلكي وني غلط دي رمضان بلكي تو شويه بلكي كان يهوى يسهى السيماكي صفرين تجبر الفرض نينك ايوا تطوع عامه يعني والسيماكي كش من ذي التطوع بارك الله فيك تجبر الفرض انا الله يجازيك السؤال الثاني هو يا ذيشت سقيث ما فهذي قارب اللي يليس من ده طراض الحجاب من ده طراض الحجاب ويقار انت خصها تروح غل عمره هذه نجمه تياوي وغادي تنجمش تياوي سنيني الحاج مزوروث الشيخ خليل وقال لي خصها ذيك الخير لازم دائما نشجع ذيك قربي وقال لي داس ذيك الحاج الخير دائما يحلاق ذيك قربي هنشجع صح الابايا غرس الحق ذي السؤالية لانه امطوطه ممكن النبي صلى الله عليه وسلم أمكن يسمع يا اسماء إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يجوز أن يبدو منها إلا هذا وهذا وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجهه وكفيه معناه الطير ضاروث قال لنا أتيستر هذه دبان زيس غير ذمنس ودبان زيس غير يفسننس بصح يلي سيم إذا قال له خصها تروح تقل عمرت لازم تسق قبر ذي العمرت أنها الطير ضاروثية الترضيث وتقيس العمر ولعل هو بريدي ذي لذي السبب انها ترض الحجابية من بعد ذي العمر نس كل وعر من الخلاث قلان ذوية قلان يقعات سنت يعني التفذيت مثلا تخدم وترق ذي العمر وانت ثم ظهر ذي الحجاب من بعد تروح تقي العمر اتولى ترض الحجابينين والترضيث يشتل المرض وسنيني باللي الشرط ان نطاع فيا انه المطوطه تخصى الطوف ذي سي البيت لازم التالي هي رض الحجاب الشرعي وتنجمش تروح سافرت الوجه وتنجمش قارنتش
تنجمش تروح زون سيتبان دني غو طردش العباده العباده في هذه العباده لازم تطرد اروض النس وتروح تقل عمر في النس وتولد لعل رب العالمين ان شاء الله يفتح في الناس ولك ما هو ولاده وتكسى سنين ان شاء الله رب العالمين داوي الفرصه تيجي خير انتي ان شاء الله وطرد الحجاب سنيني لازم رايك دينا أيوة. قام تظلي فاهم تظلي يوت تخدم على الحجاب ايوه تظل صح اسك تظل بلا الحجاب صح تظل بلا الحجاب لا تجوز الصلاه بلا الحجاب صح ذي لو اني تظلي تسلسيت صح مي كيف تظلي ناس تكسيت صح فاكيد العباده عم تظلي سوا سوا صح نشوف صح قال جامعه الشيخ خليل اللي انت في هون في علبوين تفيدت مدات دا طرد الحجاب بصح الوقت نتظليت تفيدت تصغر غير المصلى تجبد الخبار الناس وتطرديت وتظل ظليت تنس وترق انني الوالدين انني شجعت ثروانكم شجعت ثروانكم حاولت ان شاء الله تطرميهن غير الدين غير بالتي هي احسن يعني هناوي غير الدين بالتي هي احسن ونزيرش في الناس نعرم لازم أنا نشجع وثيا اللي كي يقول لنا خصها تروح غل عمرة لازم تشجع ذيت باش تروح غل عمرة إن شاء الله وتقل عمرة إن شاء الله ورب ذي يقبل في الناس ولعل تبدق مكانين وتزر الكعبة وتدعو رب العالمين رب العالمين ذي يشرح إن شاء الله للناس غير الحجاب الشرعي لأنه أنني باللي الحدود رب العالمين لازم نعبدها نحترم يعني الحجاب رب العالمين يناب اللي يمتوث دي بين زي صغور ومنس ذي فسن النس معناه لازم نغ أن الروح غرثية ولكن بالتي هي أحسن الروح صلواعظ الإرشاد ذا النصح ذا التوجيه غير بالعقل والنبه الحاجة مهمة جدا أنه العباد ساعات تبدأ نعرم غير المعاصي الجوارح تبدأ نعرم غير الشكل وساعات لان الأمراضية تقول قلنا وعرنت كثر من المعاصي للجوارح يعني صح. معاصي القلوب احيانا اشد اخطر اخطر على الانسان من معاصي الجوارح ونقرا ذي التاريخ من الأمثية عار من العباد قلنا بذان الحياه انسان بذان يتسلعوج ولكن كملينت كاحسن ما يكون ما دام انتو ثلاثه في الخلاث النص المثال الرابع على العدويه الرابع على العدويه قال ان هلا قال بدايه كان تراقصه هلا رقص ومن بعد هو لا من النساء لا يضربن بهن المثل ذي التقوى ذي مخافه رب العالمين وهجا الاشعار ذي التاريخ قال ان العبد دهن يقرا ذي حار ذي اليقين ذي الإيمان يا قلاني يسكن نقول أنتم طفية فسنين إن شاء الله جيت تروح أو تذك وإن شاء الله رب العالمين داوي الخير وداوي الهداية بارك العمر أكيد السبة نعم تكون سليل السبة أتوالى تخدم الحجاب طول بارك الله إيه؟ فيك وفيك بارك لأنه الدعاء لنا مستجاب صح مظنة الإجابة هي هذه الأماكن المقدسة صحيح يعني الحرمين خمنا ربي صحيح ذاكي ما تدعو ربي أتدي هدو صحيح أستدعو يماسني وأتدعو أنت إيمانيس صحيح لأنه أحيانا الشيطان كذا نفسكي إيه تسي كذا كي يكتفرن بندم ذي هو الفرض سيشبه ربي السنة نادو السنة إيه البصيرين يتوخالي في النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حضاك النصح افتهبي صح بمعنى أنه في نفسي ذاكي تستمر يعني ما كنا التحرر من القيود ذاكي إلى قرأت ستشف الضيماني كيكا والدين ماشي ذاك بالك بالغاشي وإنما يا دلسنا مشي الحون يعني والرئيس اندى بريد يوهن الجنة يعني بنادم يتاشر ذاكي الفسانة ويتيلي را خالد ذاكي الدنيا كلا السنين كثاشم مثل حيط انت في فريد ربا ذي لكي ذيك فريد كامل نعم مادام انت ليش خليل في قضية الحجاب ماذا بيا يسمثنا قلنا نسال ذين غذا السنة انت باللي لبست التقليدية قلنا تراضني انت العباد عرم ذي غير نغذي تزاير باللي يتوفر فيها شرط الحجاب إلا بالشرط كامل إيه ما يلزمش ثاني العبد ذي شدد ساعات في
لانه ساعات الشيخ خليل التفذ فيهون مزيانين مثلا التفذيت ذي اللي سين غدانا نها تروح الجامعه التفذيت مثلا نخص الطير ذا اروض قلنا ديرك في الناس يحلى وكذا وسنين مثلا لازم ما ترضى اروض معين نغ الحجاب النموش ذا الحجاب الشرعي ماذا بيه لو كان التعليق ذا الشيخ خالي تعليق بسيط المساله كذا عن تصل دي سقسينا كاينين على الحجاب كثيرا اش كي سام مواصفاته كان الى قد الحجاب قال سعوا قال مقارته ولا الجلباب وقال الجلباب ذي شرانا نكوني القران يدر ذاك يدنين عليهن من جلابيبهن ايوه ولكن الجلباب ماشي هو كيما نقارن كل أيوة. الجلباب ثورة وانما الجلباب ذاين ثيك الى قد تغمد مرنيس ايوه هو كي يدنين عليهن من الجلباب ذاين ما كان دينا كوني جوفارس ايوه انت تذكرك في مرنيس انتوم وكيد الجلباب يسال مواصفات العامه الحجاب لا يصف ولا يشيف هذه اللي ودي توصفها لك الكور يعني تشي لي ريز مضملي هذه اللي ماشي ترونسبارون ايوا قرأت تولي داخلنا كذا هذه اللي فضفاض هذه اللي يوسع هكا شويه ولكن ماشي الا قد الحجاب كي تلوستاذين وليش الحاجه قارنة حجاب اسلامي وليش وانما تصل الازياء التقليديه كي كان لبس القبائل مثلا لبس شوي لبس امزافيين لبس كاين غير الشيخ خليل مثلا ذي صغر هلا غير نغذي الشرق الجزائري هلا غير نغ ثملايف الحجاب ذا الحجاب اللي نش يما ربات يرحم مثلا لا ترى اروضيا وعر مثل الخلف قال لا ترى انت اروضيا اروض ذا بركان والتفذيت سقخفن صغر غرو دارنس صح والتفذيت تسنى الطير ضيف وتسنى التقيث ذوي ذوي هذا الحجاب وين الحجاب الشرعي 100% الحجاب الشرعي 100% كامل كوني ثلاثة قنديرة كي القبائل اي شاخن دور مثلا المدوك سر المتي كافي سر اتكمل ثفون ارض النية تعومك وقروس اي نعم مي ذوين هذا الحجاب اما غير شوي ثاني التفذيت دوبياس ثاني كذا اكذي فاسد ديفان ايه نعم هكذا مثلا غير العروض غير شويا مثلا التفيذ دو بياس مثلا والتفيذ في يستر الجسم الكل دوي ما سنني وليش نلحاش تقاري ناس حجاب اسلامي عروض كل عروض قال لنا توفر ديس الشروط للحجاب قال لنا الا في لا تشرع ادى الحجاب ما يلزمش نصغلطو ذهن هذا هما الشيخ خليل ويا ذي سقيث مثلا يقارك غرسي ماس تم قرانت هكا عمر تم قرانت عرم ذي العمر وعاجزة صباح مسكينة العاجزة وتنجمش تك فوياج يطول يقار وانت خصت تروح غل العمر ثاني غتروح غل الحج يقارك اسكو هذه نجم هذه روح في اللاس غل العمر ثاني غل الحج واسكو هذه سيلحق لاجر سيلحقش لاجر يثم غارثة لأنه يقارك وتنجمش تقل فوياج ذا مقران وتنجمش التوغير مكشا ذيك يقارك اسكو ذي نجم ذي روح في اللاس التصل دي سقسينا كذا أنا تسمى فروين مثلا يون مقرضي العمر مليح أيه هذه اللي زميرة ذي راح دي حجة نسا أيوة والحجة كي يعني حجة الإسلام كي أيوة يوث ذي العمر هذه اللي يون دي حجارة أيوة يهلك مثلا مرض مزمن ايوا ماشي ذي الاهل كي يحلون صافي ودي تحيد جياره ما كان محكوم عليه ودي تحيد جياره ذاك ايوا الراونسن لانه الحج تشترط فيه القدره الاستطاعه الماليه والبدنيه بارك الله فيك ايوا من استطاع اليه سبيلا أي. يعني هذه اللي يزمر الشيء هذه اللي يزمر يعني القدره الصحيه غرغس سورداين صغرس الصح هذه القضيه أيوة. صح هذا خطر هنا ذي الظوف هذه الحجر الصفا والمروه ليس تعب الحجي الا لا الا لا ثبت هذه الحجي نعم مي لذلك ينتور هذه اللي يهلك مرض مزمن ايوا مرض مالادي كرونيك مثلا ايوا كان لما يموت يحلوا يانا ايوا هل يحجن في الاسوار الروي سنه تحجون ايوا ذاك العلماء نعم خلفنا على كل حال اي لانه كدينا تحجون راه في الناس الامام الشافعي احمد ناس وكذا كي كانوا يسقط في لاس الحج كان يسقط في لاس الحج يزمر راه الله غالب لو كان يزمر دي حوج اسم يزمر راه لا يكلف الله نفسا الا وسعها يعني لو كان يزمر دي حوج وربي يزرى شويه لان ذقولا ان من الاعمال بالنيات
المذاهب هي يعني الشيخ سن المذهب المالكي النووي لا يكاد دينا الكراهه. امام ابن وهب الناس يعني يكره صافي زمر دي حيج يجوز ولكن يعني مكروه. في مختصر خليل الامام خليل يعني تقريبا دينا ذو نقرن وكذا نقرو ذي الفقه المالكي نعم سي لو طوب الكتب من الفقه المالكي. يعني يفهموا من كلامه سيناريك صراحة يعني ولكن اين ديودر المختصرة كي اننا كي الناس يجوز تجوز الاستنابة في الحج. الناس لا يجوز في الصلاة والصيام خطر عبادة يومية لا تكي شهرية ولكن الحج الناس يتقل تكسقواس كيف العمر ذي العمر بارك الله فيك ذوك سقواس وذي العمر ذوك سقواس وذي العمر ذي العمر سوى صدي يتكل ذي العمر كامل الحجة أنا مي صافي ذاكي الناس ما كن ذاكي الرخصة من الله تعالى إيو كذا يكون زميرة لا سند حج نورا ونسن واسند خمن العمر وين أين الطفر من الحج يعني بمعنى ممكن ما نظفر المذهب أنا نكوني يجوز ذاكي دي سقسانا كأنا وكي دي سقسان أسدي حجيبة بس نغيم بس ما يزميرة لا واستدلوا بحديث ابن عباس أيوة في الصحيحين أيوة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني في حجة الوداع من ديوغال النبي عليه الصلاة والسلام أيوة يحبسي ثيد الناس يا رسول الله الناس اللي الناس سير فافا مقرض الأمر أيوة الناس لا يستقروا على راحلة أي زيك تروحون في لغمان تروحون أيوة. في سما سما تاع بن عرم هذا هي يعني شو زمر هذه قيمة كذا طفلي كيليبر سوفلا سوفلا أيوة. لغم هو بريد وبريدي طول يا مليح الى قضيه الطاسنا كذا نعم الناس افا احج عنه الناس يعني زمراز تحج الناس نعم نعم صافي الحديث هيك صريح يعني ان انا زمر ادحج ضبابك نغيم ماك لان كرا العلماء يعني خصنت ضبابك كان كذا يمك هذا ما كان يعني ويض مثلا امك هنا خالي هنا امي سامي هنا امي خالتي هنا كذا نغزي زيك تحج وضرب في الناس وكذا كانت حجة في الناس نورا ونسم بارك بمعنى ونسان الحق كان دي حجة في فافاس نافي يماس نافي يماس ذرا ونسم كان بارك الله فيك شيخ خليل ذا الناس غير السواليش تا يديش تسمع قراك هجول بالهجول اقسمت باللي وطروحاش غير خالتيس الظاهر وقعنت المشاكل جارني قربيا هتجول باللي وطروحاش وطلاش في اللاس ومن بعد فهم باللي تغلط هقار متى ذا نجمع ذيك غضي الحاج تايا السنيني ويا قاري ناس اليمين ويا ذا القسم ويا ذا القسم والعبد ما يتجول باش هذيك الحاج انه ذي تقش الحاج تنين القسم منين رب العالمين يتحاسب في اللاس إميرا النقل متى الحاج تقول لنا نجول في اللاس ما نجول نق الخير نكمل نق الخير ما نتجول باللي نق الشر لازم نحبس ونتق الشرينين بصح اول والله وين لازم نخلص في اللاس متى الخلاص هي ذا الكفار من اليمين الا الكفار من اليمين والكفار من اليمين نتاف اطعام 10 مساكين او كسوتهم وقلنا انه ذي تنجامش هذه ستش 10 المساكن نغو تنجامش اسني السرد لبست ذين هذه روح غروزومي فمن لم يجد فصيام 3 ايام معناه هو قلنا غرس سورداي ما يجوزلوش هذه روح غروزومي مباشره خطر عر من العباده تافينيث ذي الجل من بعد كي نغازوم 3 نوسان لا لا تنجمش تزوم 3 نوسان ماذا قلت تنجم ذا الطعم غير كسور داي باش طعم 10 مساكين اطعام 10 مساكين او كسوتهم ويا ذم زوارو ذوي ذم زوارو وذي محتم وقلنا غير سور داي لازم ذي طعم 10 مساكين وقلنا الغرش لسور داي وينين ذي نجم هذا ينتقل من الاطعام والكسوه هذا يروح غير هذا يروح غير غروزو من 3 نوسان قلت مثلا غايا السنيني اش مهجول ذي اليمين ذي الغالط لانه اليمينية يقطع صله الرحم مش ما تبضيض تبضيض صله الرحم قلنا ان رب العالمين صلي رحمك سنيني باللي اليمينية الغالط لازم تروح غير خالتيس تروح غير خالتيس بالصح اتق كفاره اليمين ان نتاف اطعام 10 مساكين او كسوتهم ما
ماذا قال لو غرش ني سورداي ات ولا تق اتطع ات اتزوم ثلاثا وسان وثلاثا وسان هان زوم زدفر من بعضها سن غان زوم بعدين في بعضها سن المهم اتزوم ثلاثا نوسان الشيخ خليل كاين بارك الله فيك الوقت انا الحص يكمل سنين يثمثنا غي سمثنا السان جاوبكم في الاسئله يا ان شاء الله المرثى دي يقول ان شاء الله نشاخ في الاسئله ايضا شي نتسنى ذيكم دائما باش غنصرفوا الاسئله لكم في الموقع الرابعه الامازيغيه كم تجغضي لهناك كم تجغضي الخير ذي العافيه ان شاء الله انا ملقى الدور تاع دي يقول السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.